السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، رحم الله الشهيد رحمة الأبرار وأسكن فسيح جناته، كان من الرجال الصادقين مع الله ثم مع الوطن. رحم الله جميع الشهداء. نحن نثق بالله سبحانه كل الثقة بأن شهداءنا في الجنة، لأن شهداءنا يدافعون عن الدين ثم عن الوطن. شهداءنا يدافعوا عن الحرية وعن الكرامة، عن الأمن والاستقرار لليمن. لهذا نحن نثق بالله بأنهم إلى الجنة بإذن الله تعالى. نحن نقف ضد مشروع الكهانة، نقف ضد مشروع الفساد، نقف ضد مشروع التجهيل. هذا المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني يجهل العقول، يدمر اليمن. لهذا سنقف وسنضحي ولا نبالي من أجل أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار. الرجل صمد صمود الجبال أمام التعذيب من قبل الميليشيات الحوثية التي تعذب الأسرى، وتعذيب الأسرى ممنوع في سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل الأديان في الإنسانية كلها. ومع ذلك صمد ولم يرضى أن يقبل أن يخون وطنه ودينه.